أسلحة إيرانية إلى قطر. جاءت طهران لمساعدة الدوحة ووفرت للبلاد الطعام بعد فرض العقوبات على قطر من قبل الدول العربية، ولا يستبعد المراقبون إمكانية تقديم المساعدة العسكرية التقنية من جانب طهران للدوحة. وتصدر إيران أسلحة منوعة لدول مختلفة، لا سيما الأسلحة الصغيرة والذخائر والقذائف والمنظومات الصاروخية وغيرها، ولكن هل ستنقذ هذه الأسلحة قطر حال النزاع المسلح مع المملكة العربية السعودية فقط؟ أجاب الخبير الروسي في هذا المقال فلاديمير ساجن، أجاب في تصريحات لوكالة سبوتنيك على هذا السؤال وقيم الوضع وقال: دعمت إيران قطر على الفور، جرت مكالمة هاتفية بين أمير دولة قطر تميم بن حمد الثان ورئيس إيران حسن روحاني، وأكد الرئيس الإيراني بأن إيران ستقف إلى جانب قطر، ولكن هل ستنقذ قطر الأسلحة في حال النزاع المسلح مع السعودية فقط؟ هذا السؤال المهم. أضاف ساجن: كل القوات المسلحة القطرية 12,500 جندي وحوالي 324,000 شخص احتياطي، أما عدد القوات السعودية المسلحة بما في ذلك الحرس الوطني والقوات شبه العسكرية أكثر من 220,000 شخص و5.9 مليون شخص احتياط. الخبير تابع أنه يوجد احتمال أن ترسل إيران إلى قطر متطوعين ومدربين ومستشارين، ولكن سيكون هذا سببا للحرب للسعودية وحلفائها، سببا لإعلان الحرب على إيران، وإيران على حد قول الخبير الروسي غير قادرة على المشاركة في صراعات مسلحة كثيرة، وأشار إلى العراق وسوريا واليمن والآن قطر. والسؤال الذي طرحه: هل ستستخدم الرياض تفوقها العسكري؟ احتمال ضئيل بالرغم من أن التوتر سيزيد. أرسلت أنقرة 5,000 جندي تركي إلى قاعدتها في قطر، ولكن كل هذا كما يقول الخبير الروسي استعراض للقوة وفي الغالب لن يتم استخدامها في الواقع، ولكن هذه لن تكون كارثة إقليمية بل عالمية، فلا يمكن أن ننسى أن أكبر قاعدة أمريكية عسكرية العديد موجودة في قطر، وأن في البحرين أيضا يتواجد الأسطول الخامس الأمريكي. يختتم الخبير الروسي قائلا: نأمل أن لا ينفجر صراع عربي إيراني وعربي عربي وتتشكل منطقة جديدة من القتال الدامي الذي سيكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها.